للمزيد من النقاش ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بك. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني أستاذ عماد، لو نتحدث في البداية عن متابعتك لكلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم. الكلمة بطبيعة الحال أهم ما جاء فيها في الكلمة الختامية للرئيس محمود عباس المتوازن هو الاتفاق على تشكيل لجنة من القضايا الفلسطينية المختلفة للتباحث المكثف للوصول إلى إنهاء الانقسام والعودة في أقرب وقت لاجتماع مرة أخرى لإنجاز المصالحة. بطبيعة الحال هذا هو العنوان الرئيسي الذي يمكن أن نتحدث عنه. هو تحدث في بقية كلماته عن أن منظمة التحرير المبصر الشرعي والوحيد، تحدث عن أهمية إنهاء الانقسام، تحدث عن إدانة الاحتلال وجرائمه، تحدث عن أن كل ما وقعته منظمة الاتفاقات ينبغي أن يتم الالتزام به، لكن العنوان الرئيسي هو الدعوة إلى تشكيل لجنة تكون مهمتها التباحث حول تفاصيل إنهاء الانقسام والعودة مرة أخرى للاجتماع حتى يتم حتم هذا الأمر. لم يكن أحد يتوقع بطبيعة الحال أن اجتماعا واحدا يمكن أن ينهي خصاما وانقساما مستمر من سنة 2007، لكن اليوم أبو مازن بنفسه واعتبر ما حدث خطوة أولى وأساسية لإنهاء الانقسام. يعني بالتأكيد مصر كانت بتدعو وما زالت الحقيقة يعني لتوقيف أنشطة الاستيطان، كيف تتابع ذلك من خلال الرؤية المصرية لدعم القضية الفلسطينية والحرص على حقوق الشعب الفلسطيني؟ الجهود المصرية جهود لا تتوقف، ورأينا اليوم أبو مازن وكل الفصائل الفلسطينية توجه الشكر لمصر على جهودها في يعني دعم الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني ودعم محاولات انهاء الانقسام والمصالحه الفلسطينيه. هذا امر صار معروفا للكثيرين. ومصر طبعا موقفها الواضح هو التمسك بحل الدولتين، ادانه المستوطنات في الاراضي العربيه المختلفه، الاراضي الفلسطينيه في الضفه ووقف احصار غزه. هذا موقف مصري طبعا واضح ومهم، ونرى هذا الموقف يتكرر في كل خرق اسرائيلي لهذه القرارات الدولية. بطبيعة الحال الأمر يتطلب يعني إضافة لجهد مصر جهد عربي موحد، ضغط عربي حقيقي، والعالم يعني على الأقل يعني يمارس دوره الطبيعي في يعني النظر بعين يعني التقدير والاحترام لتضالع الشعب الفلسطيني. لكن للأسف الشديد كما نعلم العالم لا يدار بالعدل، العالم يدار بالقوة. نعم، يحتاج العرب إلى مزيد من القوة حتى يحصلوا على حقوق الشعب الفلسطيني. طيب، دائما ما بتثبت مصر مسؤوليتها اتجاه الشعب الفلسطيني، خاصة من أجل رؤية موحدة لمواجهة التحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية. إلى أي مدى بترى حضرتك أهمية هذه الرؤية في ضوء التطورات الراهنة سواء إقليميا أو دوليا؟ مصر موقفها الثابت من القضية الفلسطينية يعرفها القاسي والدائم. مصر هي أكثر دولة عربية ليس فقط تتحدث عن حقوق الفلسطينية، لكنها هي الدولة العربية الوحيدة التي خاضت أربع حروب ب 48 56 67 73 دفاعا عن الأمن القومي المصري والعربي. يعني مصر حينما دخلت حرب فلسطين لم تكن أراضيها محتلة، بل دخلت من أجل تحرير فلسطين سنة 48. حتى ثورة 23 يوليو قامت في جزء منها بسبب ما حدث في حرب فلسطين. وبالتالي الموقف المصري ثابت ودائم، والرؤية المصرية أظن أنها الأفضل حتى هذه اللحظة، لأن مصر من الدول العربية القليلة خصوصا دول المواجهة التي لم تتاجر بالقضية الفلسطينية، لم تتلطخ يديها في الدماء الفلسطينية. كانت وما زالت تحاول رأب الصدع الفلسطيني، جمع الفلسطينيين على كلمة سواء. وده بنشوف في السنوات الاخيره تقريبا الوفود الفلسطينيه لا تنقطع عن زياره مصر والتباحث مع المسؤولين المصريين من اجل الوصول الى حلول عادله للقضيه الفلسطينيه، والاهم طبعا المصالحه. وبالمناسبه مصر هي الدوله العربيه او الدوله الوحيده في العالم التي تقوم بجهد كبير في كل الاعتداءات الاسرائيليه على الشعب الفلسطيني خصوصا في غزه، ويشهد بها لذلك يعني من اول الامريكان نهايه بها لغزه.
طيب أيضا يعني أرى توضيح حضرتك يعني ضرورة في تقييم هذا الدور في إطار جهود مصر تحديدا لفكرة توحيد الصف الفلسطيني. نعم، كما نعلم أيضا تم يعني خلال العامين الثلاثة أعوام على الأقل الأخيرة الوفود الفلسطينية، مصر سبت جهود كبيرة، جمعت الوفود الفلسطينية في أكثر من مرة، لكن للأسف برضو الخلافات عميقة بين الأطراف الفلسطينية لأسباب كثيرة يسوء فرحها، لكن مصر لم تيأس تواصل جهودها، وآخرها ما حدث اليوم في العالمين حينما دعت كل الفصائل الفلسطينية على اختلاف توجهاتها السياسية والفكرية والأيديولوجية واجتمعوا وتباحثوا في العالمين، ونأمل أن تكون هذه خطوة أولى كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس نحو إنهاء الحكام الفلسطيني، لأنه لن يعقل بطبيعة الحال أن نطالب إسرائيل بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم وهم غير قادرين على الحد الأدنى وهو أن يكون لديهم كلمة سواء في وجه الاحتلال. أخيرا أستاذ عماد، يعني كيف تثمن الجهود المصرية الإنسانية أيضا لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ الجهود المصرية طبيعي هي لمصر دور الرائد، إضافة طبعا لا ننكر جهود دول عربية أخرى، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت ودول والأردن بطبيعة الحال في مساعدة الشعب الفلسطيني خصوصا في المجال الإنساني. يتذكر أن مصر في العدوان الأخير على العدوان قبل الأخير على غزة، مصر أعلنت أنها تخصص نصف مليون دولار لإعمار غزة عبر مشروعات إعمار و يعني موضوع مشروعات إغاثية، والعلاقات حتى العلاقات الأسرية والإنسانية والعائلية بين المصريين والغزاويين، عموم الفلسطينيين خصوصا الغزاويين واضحة للعيان. غزة يعني سيناء، شمال سيناء صار المنفذ الرئيسي من بعد رفح للفلسطينيين باتجاه الدول العربية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا في هذه الساعة الإخبارية.